بسم الله الرحمن الرحيم، وبالمعين نستعين، وباسمه العليم الحكيم نسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من لدنه علما وحكمة. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا ما إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع التلاوة في بداية أسبوع جديد من عام ميلادي جديد. نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وهدى ورحمة، وكل عام وحضراتكم بخير. ونرحب بداية بضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. مرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد، وكل عام وحضرتك بخير. يا أهلا وسهلا، وكل عام والجميع بخير وسعادة. أعزائي المشاهدين، توقفنا في حلقتنا الماضية مع سورة الجن عند الآية العاشرة، واليوم بإذن الله تعالى نستمع إلى الآية 11 والثانية عشرة لنتعلم بعض أحكام التجويد ونرد على بعض أسئلتكم مع فضيلة الشيخ خالد. بداية نستمع إلى الآيتين الكريمتين بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أي أعزائي المشاهدين، نرد على بعض أسئلتكم وكذلك نتعلم بعض أحكام التجويد من خلال الآيتين الكريمتين. فضلت الشيخ، ورد على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عدة أسئلة. السؤال الأول من صفحة تسمى طنطاوي، صاحب الصفحة يقول: لماذا أحرف حي طهر التي حضرتك علمتها لنا في المد اللازم ان حي طهر تمد حركتين، مع ان الطاء مثلا مكتوبه وقبلها الف؟ نطق الطاء عندما ننطق الطاء، طاء في وسطها الف مد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. التقسيم الذي قسمناه لحروف فواتح السور بناء على ما تلقيناه من مشايخ، وبناء على ما تلقوه عن مشايخهم. يعني ارجع كده إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقى القرآن من سيدنا جبريل. الله تعالى يقول له: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني اسمع الأول، شوف سيدنا جبريل هيقرأ إزاي، وما تسربعش واستنى شوية كده واقرأ وراه. وكان النبي مخافة النسيان يسارع، فقال الله له: سنقرئك فلا تنسى. بالراحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلقى، أخذه مشافهة. يعني إيه تلقى الشيء، وإيه تلقي القرآن، وإيه التلقين؟ هو التعليم بالمشافهة، التعليم بالمشافهة. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فواتح السور. الحروف دي لا تمد إلا حركتين اتنين بس، اللي هما الحاء الياء الطاء الهاء الراء، دول يمد حركتين اتنين بس. هكذا تلقاها النبي عن سيدنا جبريل، هكذا علمها الصحابة، هكذا إلى أن جاءت إلينا بهذه الطريقة تؤدى. وإلا لو كان الأمر ما يكتب ينطق، كيف تفرق بين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وبين ألم نشرح لك صدرك، لولا أنها مضبوطة أمامك، يعني متشكلة وتعرف هنا تمد وهنا ما تمدش. نفس الحروف هي هي، لكن النطق هنا مختلف والنطق هنا مختلف. من الذي دلك على الفارق بين ألم هنا وألف لام ميم هنا؟ إلا التلقي.
فكذلك التقسيم الذي قسم قبل أن نلج باب المد اللازم للحروف، يعني أقصد الحرفي، ما هو إلا تقسيم لكيف تلقينا هذه الحروف، إيه اللي يتمد منها، إيه اللي ما يتمدش. اللي يتمد على قسمين، إما أن يمد مد طبيعي وإما أن يمد مد لازم، إلى آخر ما تكلمنا. إذن التلقي والرواية هي الأصل في ذلك، فننتبه لهذا جيدا، أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، يعني لازم مشافهة. عشان هنا كده عرفنا إيه اللي يتمد اتنين، إيه اللي يتمد اتنين واربعة وستة، وإيه اللي يتمد ست حركات. كذلك فضيلة الشيخ، عندما ننظر إلى الحروف حي طهر نجد أن الحاء لا تنطق حاء بالهمزة، سواء كانت الهمزة معي أو ليست معي، الأمر مداره في النهاية على التلقي. هكذا تلقيناها، هكذا تعلمناها من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت إلينا، هذا هو العمدة. إن لم تقتنع بهذا فاسمع قول الله وهو يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الشاهد: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اسمع الأول وبعد كده قرأ. الرسول أفصح الناس لسانا، والصحابة من بعده أفصح الناس لسانا، ومع ذلك يسمع سيدنا عبد الله بن مسعود أحد الأعراب، وهم أفصح الناس لسانا كذلك، وعنهم تؤخذ اللغة، يقرأ. وهذا أصل في باب المد والقصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة بدون مد. فيصحح له ابن مسعود ويقول له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله؟ فيقول الأعرابي لابن مسعود: كيف أقرأكها يا ابن مسعود؟ مع إنك لو سمعت الجملة منذ قليل لن تجد فيها لحن في الإعراب، يعني خطأ في الإعراب، بالعكس ده مضبوطة ومشكولة وما فيش أي أخطاء. كل اللي عملوا إيه؟ إنه ما مدش بس كلمة الفقراء. ومع ذلك أوقفه ابن مسعود. ليه؟ لأنه تلقى كلمة الفقراء بالمد ثم أعادها عليه ابن مسعود: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بالمد هكذا. يبقى إذن الصحابة أخذوا كل كلمة من كتاب الله من فم النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقاها الرسول من سيدنا جبريل عليه السلام، وهكذا الصحابة علموا من بعدهم، وهكذا إلى أن جاء إلينا بالنقل، بالتواتر، بالتلقي، بالمشافهة. هذا هو العمدة وذاك هو الأصل. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، هيا نتلقى الآيتين الكريمتين 11 و12 من سورة الجن من فم فضيلة الشيخ خالد كما تعلمها من شيوخه وكما تعلم شيوخه من الذين من قبلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل عن رب العالمين. فضل فضيلة الشيخ. مع آيات اليوم ما زال الكلام من محكي قول الجن الذي يحكيه الله لنا مع ما فيه من عظات وعبر، ذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد. يحكي الله تبارك وتعالى ويكمل لنا حديث هؤلاء بقوله: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وقف، كنا طرائق قددا، وقف على رأس الآية، والوقف على ذلك حسن ورأس الآية حسن أو كافي. ثم تبدأ الآية التي تليها: وأنا ظننا، ومعنى حسن يعني الكلام في عطف على بعض، ففيه تعلق من حيث الإعراب وفي تعلق من حيث المعنى. أو كافي أن كل آية موضوع مستقل بذاته، فنخلي بالنا من هذه المعاني، ده رقم واحد. يبقى كده وقفا وابتداء، وده أصل معنى، لأن احنا حينما نتعلم كيف نتلو نتعلم كيف نقف وكيف نبتدئ كذلك أيضا. طيب، هنبدأ مع أصول الرواية كما تعلمنا. من أصول الرواية الاستعاذة قبل أن تبدأ مع كتاب الله تلاوة، وأن تفصل بين الاستعاذة وبين البسملة وأنت في أثناء السورة، وهذا من قبيل التخيير
لا من قبيل الوجوب، يعني لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، تقف. ولك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، ده بعد الاستعاذة. يبقى إذن الأصل الأول الاستعاذة، ثم البسملة وأنت فيها مخير. ثم ننتقل إلى بعض الأشياء الهامة التي معنا في هذه الآيات. انتبه إن كنت لا متابع لأول مرة لحروف المد، وأنا منا الصالحون، هذه الأماكن انتبه لها جيدا. انتبه للنون التي عليها شدة تغن منا الصالحون، انتبه أن آخرها ألف يثبت في الحالين. يعني إيه في الحالين؟ إذا وقفت ثابت، إذا وصلت ثابت، بخلاف ألف منا. بص كده لما توصل من نص، من نص، يبقى من النون إلى الصاد مباشرة ألف منا حذف، وألف الوسط لا وجود له، واللام أدغمت في الصاد لأنها لام شمسية حكمها الإدغام. يبقى حينما أصل من الصالحون، يبقى كده أنت خدت عمليا حرف المد الثابت في الحالين، مد طبيعي طبعا، حرف المد الذي يثبت وقفا ويحذف وصلا من الصالحون، يعني التقاء الساكنين اتصال. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى وقت الشرح، وإن كان قصير لكن إن شاء الله بإذن الله من خلال التدريب العملي مع اتصالاتكم بإذن الله نتعلم أكثر وأكثر. وأرجو من حضراتكم ومن الإخوة المشاهدين إن احنا ندخل يعني طوالي على طول مباشرة في التلاوة للآيات الكريمة. معنا بداية أم مسامح من بني سويف، اتفضلي حاجة مسامح. الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. يا أم سامح سمعاني؟ نعم. المد الطبيعي وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك يا أم سامح. معنا ابننا محمد من البحيرة، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا ابن. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. دي قاف يا محمد. طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. جميل يا محمد، بس خلي بالك من قيدادا عند الوقف، ما تقولش قيدادا، لا قيدادا. ربنا يبارك فيك يا ابني. معانا ملك، بنتنا ملك من القاهرة، اتفضل يا ملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعرض الله في الأرض. سمعاني يا ملك؟ أوه. وأنا ظننا أن لن نعجز، أن لن عرفت الغنة فين؟ يلا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. الله ها
نعجزه الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك يا ملك، بس بخلي بالك المد بقى بعد كده ظننا ألا، ونخلي بالنا من التشكيل. ربنا يبارك فيك يا ملك. محمد من القيارات، اتفضل يا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيكم بركه كريمه. اتفضل استاذ محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ولن نعجزه هربا. نعجزه. ايوه كده تمام. كده احنا ظبطنا التشكيل، عايزين بقى نظبط النفس عشان نخلي بالنا بعد كده الجمل، عشان في حاجات النفس النهارده خلنا فيها شويه. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد. الحاجه ام حمدي من البحر الاحمر، اتفضلي يا حاجه ام حمدي. ام حمدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. جميل يا أم حمدي إنك ضبطت النفس وضبطت المد الطبيعي. خدي بقى المعلومة ديت عشان تخلي بالك من أماكن الغنة، أنت عرفتيها فين؟ نخلي بالنا بقى انها تشبع شوية. وأنا منا الصالحون، يبقى النون اللي عليها شدة زي اللي معانا كده دي فيها غنة. ربنا يبارك فيك يا أم حمدي. الأستاذ عفاف، الأخت عفاف من القيارات، اتفضلي يا أستاذ عفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قددا قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيكي، انك اول ما النفس انقطع وقفتي، ده وقف اضطراري، والكلمه اللي وقفنا عليها بدانا بيها. ربنا يبارك فيكي، يا ريت الكل يتعلم كده. ربنا يبارك فيكي يا استاذ عفاف. ام اسماء، اتفضلي يا ام اسماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك. سمعاني يا أم أسماء؟ اتفضل حبيبتي. منا الصالحون. نون الصاد. وأنا منا صالحون. لا، من النون للصاد مباشرة. منا الص. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق قددا. طرائق قددا. نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك يا أم أسماء، وخلي بالك من الجيم. نعجي، الجيم نطقها في القرآن جيم وليست جيم. ربنا يبارك فيك يا أم أسماء. الحاجة أم أحمد من البحر الأحمر، اتفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض
ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيكي، بس مد الصلة ما يزيدش عن حده. ولن نعجزه هربا، ولن نعجزه هوها، فنخلي بالنا ما يزيدش عن حده حركتين اتنين بس. ربنا يبارك فيك يا ام احمد. ام شريف من القراءات الفضلية. ام شريف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في وقت بلغني امانه بلغها للشيخ خالد ان يدعي لها بالشفاء الحاجه فردوس. يا رب الجميع ان شاء الله. كانت بتكلمنا الحاجه فردوس والجميع المرضى، فنرجو الشفاء لها ان شاء الله. نسال الله العظيم رب العرش العظيم للحاجه ام فردوس ولجميع المرضى بالشفاء باذن الله تبارك وتعالى. تفضلي يا مشرف، اقرأي يا مشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله. وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض. سمعاني أم شريف؟ نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن. ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك يا ام شريف، وخلي بالك بقى من القاف المكسوره ما تجيش من نكاف. معانا الحاجه ام ابراهيم من القرات. اتفضلي يا ام ابراهيم. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. بارك الله فيكم وجزاكم ايمان وتقوى يا رب العالمين. الله يبارك في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. اتفضلي يا ام. يكرمكم يا رب العالمين بالقران. امين. اقرا. اتفضلي يا ام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. صدق الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا ام ابراهيم. خلي بالك من كلمه ظننا. ظننا اتنين نون، وكلمة نعجزه الجيم نخلي بالنا منها. ربنا يبارك فيك يا ام ابراهيم. احمد من بني سويف، اتفضل يا استاذ احمد. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بقول شيطان رجيم. فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم ان يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن شاء الله يا أحمد. المرة دي كويس وسمعت الكلام. المرة دي في التشكيل مظبوط جدا، ممتاز، أحسن من المرة اللي فاتت بكتير. أيوة كده، شاطر يا أبو حميد، والسرعة هادية. أحييك إنك سمعت الكلام. ربنا يبارك فيك يا ابني. بارك الله فيك يا أحمد. واصل معنا إن شاء الله، كل مرة يبقى في جديد بإذن الله. معنا الحاجة فاطمة من إسماعيلية. اتفضل يا أمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منا الصالحون. هي وأن يا أمي. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وإن ظننا. وأن يا أمي. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن الله نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الضاد مكسورة يا أمي. في الأرض. في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك يا أمي وتابعي معانا. بارك الله فيك يا أمي، وإن شاء الله بإذن الله يوم ورايون يبقى أحسن بإذن الله. أعزائي المشاهدين، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد لحظات قصيرة، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية.
هيا أعزائي المشاهدين نواصل يعني فتح أبواب الرحمة والرضا والغفران مع تلاوة آيات القرآن. معانا أم نور من القراءة الفضلية. أم نور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ولن نعجزه هربا. طيب دي محتاجة تمرين. ده رقم واحد. رقم اثنين نخلي بالنا من قوله طرائق قددا. الطاء ما تجيش من تاء والقاف المكسورة ما تجيش من كاف. ربنا يبارك فيك يا أم نور. معانا الحاجة زينب من الجيزة. اتفضلي يا أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. جميل يا حاجة زينب ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك يا حاجة ما شاء الله. معانا الأستاذة لبنى من دمياط. اتفضلي يا حاجة لبنى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا ظننا لن نعجز الله في الأرض. احنا أولنا وأنا منا الصالحون. لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يا حاج لبنى سمعاني. أيوه سمعت. احنا أولنا وأنا منا الصالحون. عذرا انا لخبطت انا بيت بعيد. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك يا حاجة لبنى. معانا الحاجة فاطمة من الجيزة. اتفضلي يا حاجة فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ممكن رفع الصوت شوية حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك حاجة فاطمة. وخلي بالك من قوله وأنا منا. أن الألف بتاعها ثابت. ربنا يبارك فيك حاجة فاطمة. معانا الأستاذة زينب من القاهرة. تفضلي يا أستاذة زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض
ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيكي يا حاج زينب، ونخلي بالنا من التفخيم والترقيق. في ايه يا شيخنا؟ في الكلمات الصالحون، طرائق، قدد، ظننا، ألن، نخلي بالنا من هذه الأشياء. معنا الحاجة عزيزة من دمياط، تفضلي يا حاجة عزيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. الله ها. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ولن نعجزه هربا. ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك يا حاجة عزيزة، وخلي بالنا من الأماكن اللي غلنا فين، وما زودتش في الحركة عشان ما يجيش مني حرف مد، يعني ما قلتش وأن، يبقى أنا زودت في الفتحة شوية، جبت بعد الفتحة ألف تاني، لا أخلي بالي وأن وما شابهها عشان ما نطولش. معانا جانا من القاهرة، تفضلي يا جانا. بنتنا جانا من القاهرة. طيب أمة الله من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. سمعاني أمة الله؟ أيوة. كلمة الصالحون أخلي بالي من كسرة اللام، الصالحون. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. ألن سمعني؟ ألن ألن بس واحدة واحدة. الغنة أيوة. فين بقى؟ الغنة هكذا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك ما شاء الله في تقدم. معانا الأستاذة فاطمة من إسماعيلية، تفضلي يا أختي فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك حاجة فاطمة، وخلي بالك من طرائق قددا، القاف المكسورة، وخلي بالك لن نعجزه. الغنة هنا اتصال لنن بنون نعجزه، الغنة في اتصال الكلمتين. ربنا يبارك فيك. معانا أم حنين وحنين من القاهرة، تفضلي يا أم حنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ما شاء الله عليك أم حنين، جزاك الله خير. تفضلي يا حنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك
لك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. بالنسبة لسنك يا حنين ممتازة، ربنا يبارك فيك ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم. معنا الحاجة حورية ومعنا برضو الطفلة علياء، اتفضلي يا حاجة حورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نخلي بالنا يا حاجة حورية من قوله كنا، الغنة ما خدش حقها، ونخلي بالنا نعجزه هربا، المد طبيعي ما زودوش عن حده. ربنا يبارك فيك يا حاجة حورية. بنتنا علياء، اتفضلي يا علياء. علياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا أستاذة علياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا علياء. رقم واحد خلي بالنا من التشكيل، رقم اثنين كلمة نون لما نقرأها بنمدها ستة، نون مش حركتين أو ثلاثة. ربنا يبارك فيك يا علياء. معانا محمد من بني سويف، اتفضل يا أستاذ محمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم. أولا عايز أسلم على سيدنا الشيخ، وعايز أقول لكم كل سنة وحضراتكم بخير، وأسر قناة الناس الجميلة الطيبة بعلمائها اللي أنا بحترمهم من الأزهر وبالدعاء فيها والقائمين عليها. ربنا يبارك فيكم، كل سنة وحضرتك طيب، وأهل بني سويف طيبين، وأهل مصر والعالم كله طيب إن شاء الله. وعايز كمان اسمح لي لو أنا أتقدم بخالص التهاني طبعا لإخواتنا الأقباط في الوطن، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين الدين لله والوطن للجميع. بارك الله فيك. بارك الله. اتفضل اقرأ يا أستاذ محمد. معاكم لو اخذت من وقتك، بس لا بس عشان اللي معانا على الخط، لكن يعني طبعا احنا بنهني بعض وكلنا شعب واحد ان شاء الله، ونتمنى السلام والخير للجميع. امين ان شاء الله يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. حفص يا اخي الكريم بيفتح الهمة. وإن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ولن نعجز. حفص يفتح الهمزه فيقرا وان منا الصالحون. معلش بقى انا ضعيف في القرايه وكده، فيعني كلنا كذلك، احنا بنتعلم، ده مقام تعليم واحنا بنتعلم، مش هدف احراج حد. ربنا يبارك في الجميع، ده مقام تعليم. ماشي. معانا الاستاذ محمد من اسيوط، اتفضل يا محمد. محمد من اسيوط. طيب معانا ام محمد من القاهره، اتفضلي يا حاجه ام محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزكم ويرفع قدركم جميعا يا رب. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض الله في الأرض ولا نعجزه هربا. بس ما ينفعش أبدأ الله في الأرض، فما أبدأ لا ما ينفعش أبدأ بيها، يعني أبدأ أقول لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ربنا يبارك فيك أم محمد، تابعي معانا وخلي بالنا من التشكيل، ده رقم واحد، ده أول حاجة بقولك عليها، التشكيل رقم واحد، نخلي بالنا من التشكيل. ربنا يبارك فيك أم محمد. أعزائي المشاهدين، كان ده آخر اتصال لنا إن شاء الله اليوم مع الإخوة المشاهدين. فضلت الشيخ أهم الملاحظات اللي حضرتك شايفها بالنسبة لاتصالات الإخوة المشاهدين معانا بالضبط، يعني دقيقة ونصف. نعم، طرائق قددا، الطاء والقاف المكسورة.
ونخلي بالنا من قوله ظننا من حيث التفخيم والترقيق في الظاء والنون، ده رقم واحد. اثنين، ألن نعجزه، الغنة في ألن ده النون، نون أن مع لام لن، ده إدغام كامل بدون غنة، ال. طيب هوصل لن باللي بعديها تبقى لن نعجزه، يبقى لما اوصل نون لن بنون نعجزه هيبقى في عندي هنا ادغام، خلي بالي بقى من الغنة بتاعته لانها في اتم مراحلها، ده رقم واحد. واخر كلمة نعجزه هرب، كثير كان بيشبع المد ويدي اكتر من حقه، لا ده هو حركتين اتنين بس، لن نعجزه هربا، لن نعجزه هربا، والجيم نطقها في القرآن جيم وليس جيم. بارك الله فضيلة الشيخ. بارك. نبدأ نسمع فضيلة الشيخ التلاوة الكريمة بإذن الله ويكون خير الختام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، غدا بإذن الله تعالى مع الآيتين الكريمتين 13 والرابعة عشرة من سورة الجن بإذن الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء غدا إن شاء الله. إلى حلقة الغد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.